مصر من الدول التي تحتذى، بمعنى أن عديد من أنماط التصويت تتبع مصر لأنها ترى في هذا التصويت أمان لها. كثير من الدول قد لا تكون على دراية بكل أبعاد ملفات محددة، عندما ترى مصر تتجه، وانت ما تشوف مصر يعني هي محور حركة هذه المنطقة، عندما كانت حربا فالتي تحارب هي مصر، عندما كانت سلاما كانت مصر هي التي تحقق هذا السلام، عندما كانت تنمية اقتصادية وتنموية وبرامج إصلاح وديمقراطية وإعادة بناء مؤسسات كانت هي مصر. وبالتالي على المستوى الدولي تستطيع مصر أن تتحدث باسم القضية الفلسطينية، تتحدث باسم الأوضاع المضطربة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، تتحدث من أجل سلام يشمل المنطقة وإعادة إعمار. الدعوة لإعادة الإعمار أظن في كلمة الرئيس ستكون هامة جدا.